سيادة المتروبوليتين، إخوتي الكهنة، أنا سعيد جدا أن أكون بينكم في هذه الجماعة التي أعتبرها أنها هي القوة الحية للحياة الرسولية للكنيسة الأرثوذكسية في لبنان، التي أذاع صيتها ومدى حميميتها وعمقها الروحي، وقد وصل إلينا إلى الغرب الذي هو في طريق التفكك الأخلاقي والروحي منذ زمن طويل. إن هناك عطش لمعرفة الله عند عدد كبير من الناس المنتظرين صلواتكم، والمنتظرين أيضا مثالكم الحي على كافة الصعب لكي يثبتوا في الإيمان ولكي يتعاضدوا كنسيا بالرغم من كل المعارضات التي يتلقونها من الجهات الدولة، الجهات العلمانية أو السياسية، وفي بعض الأوقات من عدم الاهتمام من قبل الكنائس الرئيسية، الكنائس الأم. ولكن الموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه اليوم هو ليس وضع الكنيسة الأرثوذكسية في الغرب، ولكنني أحببت أن أثني على حميمية كنيستكم الخاصة التي أبدي إعجابي لها، وأطلب صلواتكم ومساعدتكم، وخاصة الأشخاص الذين يتابعون دراساتهم في الغرب أو لمهمات معينة، أو الذين أجبروا على التهجير، والله يعلم كم هم كثيرون اليوم وللأسف. وإذا كنت أريد أن أعالج موضوع الأبوة الروحية عند الكاهن في الكنيسة الأرثوذكسية، يجب أن ألاحظ أن هناك وجهين للأبوة الروحية، أو بالأحرى لممارسة الأبوة الروحية، والوجهين يختلفان عن بعضهما البعض. ولكن هناك وجه أتجرأ وأن أقول أنه وجه مؤسساتي، أي مرتبط بالكنيسة، للدعوة للأبوة الروحية عند الكاهن، وهنا الذي أسميه الأبوة الكنسية، أي بمعنى أن كل كاهن هو أب روحي. ولكن هناك الوجه الثاني، وهو الوجه المواهبي. الأبوة الروحية هي موهبة مثل كل المواهب، ولكن في كل المجالات لا نستطيع أن نفصل الواحد عن الآخر. ولكن يبدو لي أن أباء الكنيسة اعتبروا أن كهنوتهم بالذات هو شرعيا ورسميا هو أبوة روحية، ولذلك كانوا يمارسون الأبوة الروحية كونهم كانوا كهنة، كانوا أباء. ونحن أيضا المعاصرون لهم، وإن كان يفصلنا الوقت ولكننا متصلون بالروح، إن أبوتنا الروحية هي مرتبطة حتما بالحياة الأسرارية التي تمن عليها أو حولها. نعم، هؤلاء الآباء بالنسبة لهم آباء الكنيسة، الكاهن هو الوجود الحي، الوجود المنظور للرب يسوع، ليسوع المسيح الغير المنظور، وليس وجودهم هو مجرد وجود إداري لمجموعة معينة أو لحيويتها وأحياء الحركة فيها، ولكن هؤلاء الآباء، خاصة الأب الراعي، هو ممثل الله، هو صورة الله الذي وضع في الكنيسة لخدمة المؤمنين لكي يلدهم للحياة الإلهية، يساعدهم لكي يولدوا
في معرفة الله يتقدم فيها وبكل عطف لكي يستطيعوا أن يجدوا الصلة الشركة مع الثالوث الأقدس ومع العالم أجمع الذي بطريقة وبأخرى قد ينقطع ونحن نعيش في العالم إراديا أو لا إراديا، والذي بدون هذه الشركة ليس هناك من حياة. أولا بواسطة المعمودية، بواسطة المعمودية الكاهن يلد أبناء الله، هو يساهم في ولادتهم للحياة في المسيح، الحياة الجديدة. هكذا يشرح القديس يوحنا الذهبي الفم إذ يقول: أجل هم الكهنة الذين يلدوننا بحياة النعمة ويلدوننا روحيا بالمعمودية، هم الكهنة الذين يلبسوننا المسيح ويدفنوننا معه في القبر ويقيموننا بجسده، هم الذين يجعلون من المسيح لنا رأسا ويجعلون منا لجسده أعضاء. ويجب أن نكرمهم أكثر من تكريمنا للأمراء والملوك، وأن نحبهم ونقدرهم أكثر من محبتنا وتقديرنا لأبائنا في اللحم والدم. أباؤنا أعطونا الحياة الطبيعية من دمهم ومن شهوة أجسادهم، أما الكهنة فإنهم يعطوننا الحياة الروحية التي هي من الله، ونحن مديونون لهم بولادتنا الجديدة السعيدة وبحريتنا الحقيقية وبلقب أبناء الله. هكذا الكهنة نستطيع أن نقول بالحقيقة هم أباء روحيون، هم أباء بحسب الروح لكل من يعمدون، كل من يتلقون المعمودية على أيديهم هؤلاء يصبحون أباء لهم. وهكذا هذا قد صار بالتبني بحسب النعمة التي أعطيت إلى الكهنة، أعطيت بواسطة الاسم الذي أعطى هذه النعمة وممثليه الذي هو يسوع المسيح. الآب أعطى إلى الابن الكهنوت، وبواسطة الكهنوت أعطاه صفة التبني والولادة للحياة الجديدة. والكهنة طبعا هم ممثلون للأساقفة ويساعدونهم في هذه الخدمة، خدمة الولادة التي يعطونها للمؤمنين لكي يلدونهم في جسم المسيح ويصبحوا جميعا واحد مع الواحد بالآب والروح القدس. الوساطة، الأب الروحي هو الواسطة بين الله وبين الناس باسم يسوع المسيح، كما قال لبطرس ولسائر الرسل: كل ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء. هذه المهمة ليست هي مهمة سهلة أو مهمة تنقص أهمية عن مهمة الأب الذي يلد بالجسد والذي بواسطة هذه الولادة له السلطة على أولاده وله القدرة، وله يعطى أيضا الواجب لتعليم أولاده وتوجيههم، وفي كثير من الأحيان أن يكون شديدا في معاملتهم ولكن شدة مع كثير من الرأفة. الكاهن الأب الروحي يحمل لأولاده الفرح، يحمل معهم الفرح ويحمل معهم الشقاء، يحمل معهم الحزن، يحمل معهم السقوط، ويحملهم في كل شيء، ولكن هو يحمل كل همومهم ويقدمها لله الذي هو قد اتحد معه بواسطة كهنوت المسيح. إذا كان يمارس هذه الأبوة
كان يعيشها في الروح ويعيشها في الجسد، فهو مشابه حقيقة للآب السماوي الذي باتحاده بكهنوت يسوع المسيح وبواسطة قوة الروح القدس صهر أبا. مسؤولية الأب الروحي لا تقل أهمية عن مسؤولية الأب الذي في الجسد، هي بالأحرى أكثر أهمية من مسؤولية الأب الذي يلد بالجسد. الأب الذي يلد بالجسد عندما يهمل تربية أولاده يعرضهم للسقوط أرضيا، ولكن إهمال الأب الروحي يعرض أولاده لأن يخسروا خلاص نفوسهم. هكذا يجب على الأب الروحي أن يتابع ويراقب أولاده، ولكن هذا لا يكون أن هناك تدقيق وأن هناك حذر وأن هناك من نوع من الملاحقة المفصلة لكل شيء من الأشياء، كل حركة، كل كلمة، كل فكرة. هذا مرض. وإذا كان يصرح الابن الروحي عن شيء أو لا يصرح، الأب الروحي لا يدخل في هذه التفاصيل، ولو كان يحس ويعرف أن ابنه الروحي لا يفي بكل ما يقول ولا يقول كل ما يوجد عنده. الأب الروحي يجب أن يحاول أن يوجه أولاده لكي يقاوموا أهواءهم ولكي يحرزوا الفضيلة بواسطة النسك وبواسطة الصلاة التي يعين الأب الروحي لكل واحد ما يلائمه لكي يصل إلى هذه الدرجة. وهذا الموضوع يتابعه الأب الروحي بنوع من الاتزان، والاتزان هو ليس هو إلا نوع من التمييز. هذه هي الميزة الأساسية للأبوة الروحية، وهذا هو الشيء الصحيح والمتوازن والذي يجب أن يتحلى به الأب الروحي ويعامل به أولاده. وأيضا يجب أن يحذر من التجسس على أولاده، ويجب أن يحاول أن يعطيهم الكثير من الثقة والحنان، ولا يزر عليهم بالصلاة وبالمتابعة وبملاحقة أنفسهم لئلا ينفجروا ولئلا يقودهم هذا النوع من المراقبة التي تخلو من التمييز، يقودهم إلى الإحباط ويقودهم إلى نوع من الوصول إلى مذهب عدم التسامح المجحف. أوقات كثير أشخاص ممكن يوصل أولاد بواسطة أبائنا الروحيين يوصلوا إلى وقت ممكن يجتفوا على الكنيسة وعلى الله. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أن الأب الروحي له السلطة ومن واجبه أن يعاقب أولاده الروحيين، أن يأخذ الدور كمعلم، الدور الذي يأخذه الله. هذا مفيد جدا، وهذا يحتم على الكاهن في بعض الأوقات الذي هو تعبير عن أبوته الروحية وتعبير عن مسؤوليته. هذا الكاهن يمكن أن يفرض على ابنه الروحي زمن من التوبة أو مرحلة من النسك والصوم أو الصلوات الخاصة أو ربما رحلة روحية أو إعطاء شيء من الحسنة حسب مقدرته، ولكن أو الانقطاع عن المناولة. ولكن كل هذا هو نوع من التربية ووجه من الوجوه التي يبتغي فيها ليس العقاب ولكن مساعدة وتعليم ابنه الروحي الذي يجب أن يتوجه إليه الأب. وإن كان له هذه المهمة وهذا السلطان يوجه له مهمته بمحبة كثيرة
وبرحمة وشفقة، وسنعود إلى هذا الشيء فيما بعد. من المفيد جدا أن يتحلى الكاهن بالتواضع وأن يكون موقفه متواضعا جدا تجاه ما تلقى من الأبوة الروحية، وأن يعرف جيدا أن هذه الأبوة الروحية ليست إلا هي عطية من الله، وهي مهمة أعطيت له من الآب السماوي. المسيح نفسه لم ينسب أبوته لنفسه، ولم ينسب كهنوته لنفسه، ولكنه يعتبر أنه تلقاه من الآب عندما كان في نهر الأردن في المعمودية، وسمع الصوت الذي قال له: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأيضا كما يقول الرسول بولس في الرسالة إلى العبرانيين: ليس من يطلب الكرامة لنفسه، أي الكهنوت، إلا الذي دعاه الله كما دعا هارون. وهكذا المسيح لم يمجد نفسه كرئيس كهنة، ولكنه له قد أعطي أن يسمع: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. هكذا كهنوت المسيح، الكهنوت الذي مارسه المسيح باسم الآب، تلقاه من الآب، وهو بدوره أعطاه للرسل، والرسل أعطوه لرؤساء الكهنة، ورؤساء الكهنة يعطونه للكهنة بواسطة الروح القدس. الإفخارستية، الأب الروحي أيضا يمارس أبوته الروحية ضمن سر الإفخارستية. بواسطة هذا السر الكاهن يضع لأولاده الروحيين، يحاول أن يعطيهم، يوجههم إلى رؤية الملكوت السماوي الذي يحل عليهم، عليه وعليهم، والذي نحوه هم يرتفعون طارحين عنهم كل اهتمام دنيوي، كما نقول في الشيروبيكون. وهكذا إذ يرتفعون إلى الأعالي كما ارتفع موسى في جبل سيناء، من هناك يتغذون بواسطة المناولة، الاشتراك في الأسرار. ولكن دوما باسم المسيح هو الأب المغذي، لأنه باتحاده مع الآب السماوي بواسطة سر الكهنوت الذي أعطي ليسوع المسيح، الكاهن يستطيع أن يكسر ويوزع الخبز الواحد الذي هو يسوع المسيح الذي يجزأ ولا يفصل ويعطى بدون أن يفرغ، لكي يستطيع أن يغذي أولاد الله الذين أصبحوا أولاده الجائعين والتائبين، يسقيهم من الينبوع الحي الذي يجري أزليا من جنب المسيح المصلوب والقائم من بين الأموات، ويدخلهم معه وبه في الحياة الأبدية التي ليست هي إلا الحياة مع الله التي أعطيت لهم بواسطة هذا السر. الأبوة الروحية تتضمن أيضا، فضلا عن المعمودية والاشتراك في الأسرار، تتضمن أيضا التعليم، ولذلك يجب أن يكون ذلك بصبر، بمثابرة، وليس فقط تعليم العقيدة، عقيدة الكنيسة التي هي معرفة الإيمان الذي يوجهنا إلى معرفة يسوع المسيح، والتي نقلها إلينا الرسل ونقلها إلينا التقليد الكنسي، ولكن أيضا أن نعلمهم كيف يستطيعون أن يبنوا ضمائرهم الخاصة، ونعلمهم كيف يحاولون أن ينموا فيهم هذا العطش للحياة الأبدية ولمعرفة الله، وهذه الخبرة المتواضعة لوجود الله في حياتهم وهم يعيشون في العالم وأيضا عند الآخرين. لذلك تلقين الفضائل
التوجيه نحو الفضائل هو غنى، ولكن ليس هو بحد ذاته الهدف، لأنه قد يصبح هو عبادة صنمية للقلوب المتحجرة. كم من الذين يتفاخرون ويقولون أنا مطيع، أو أنا خدوم، أو أنا أفرح وأنا أصلي وإلى آخره. كل هذه الفضائل يجب أن تعلم وأن تكون هي المثال الحي المتبع. وأعظم هذه الفضائل هي الطاعة، التي بواسطتها وبدونها من المستحيل أن نتبع المسيح، وبغيابها ينشأ الألم والخصام والحروب، لأن أساس الحياة البشرية وبالأخص الحياة المسيحية، الحياة في المسيح، هو نكران الذات، هو نكران الإرادة الخاصة. وهذا هو قلب حياة المسيح الذي أطاع الآب وأطاع البشر وحتى الموت. كيف نستطيع أن نتقاسم مع أولادنا الروحيين هذه الحالة الروحية التي عاشها المسيح، والتي فيها وبواسطتها المسيح تخلى عن مجده الإلهي، والذي بواسطة هذا التخلي أصبح مشابها لطبيعتنا، وبهذا أظهر طاعته للآب وأظهر مشابهته لنا حتى في الألام وحتى في كل تجربة ما عدا الخطيئة، كما يقول الرسول بولس إلى أهل فيليبي. كيف نستطيع أن نوجه أولادنا إلى الحقيقة، إلى المعرفة، إلى أساس الحياة الروحية؟ كيف نستطيع أن نوقظ فيهم هذا العطش إلى الحياة الأبدية بدون أن يستيقظ فيهم، ونعلمهم بواسطة مثالنا وبواسطة الحاجة الروحية التي نمارسها نحن، وبها نعلمهم الطاعة التي نطيع فيها الآب ونصبح مشابهين ليسوع المسيح. يجب على الكاهن أن يسخر كل الطاقات لتعليم أولاده، لينقل لهم الكلمة الإلهية وكلمة الله، ولكن بالأكثر يجب عليه أن يحاول أن يساعدهم ليفتحوا قلوبهم لمعرفة، للانتباه إلى الكلمة التي تجري فيهم والتي تفعل فيهم شخصيا، والعلاقة الشخصية التي أقاموها مع الله. يعلمهم التمييز، وخاصة كيف يستطيعون أن ينظروا الله وهو يعمل في العالم، وإلى أين يقود العالم ويقود كل شخص، ويقدمون له الشكر ويصرخون لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كل أحد من الأولاد الروحيين يجب أن يوجه له الأب الروحي تعليم خاص. هذا التعليم يختلف من ابن إلى آخر، ولكن يختلف ليس في الجوهر، يختلف بالشكل، لأن الجوهر هو دوما الإنجيل. أب روحي حقيقي هو الذي يستطيع أن يتبنى أولادهم ويشعر فيهم كما يشعر بجسده، الذي يستطيع أن يميز تساؤلاتهم، تجاربهم، ويشاركهم أحزانهم وتفتيشهم، عطشهم، سقوطهم، هفواتهم. يجب أن يقود الأب الروحي أولاده إلى النضج، إلى حالة النضج، إلى سن النضج. وكل أحد يختلف عن الآخر، كل أحد له حريته، ولكن ينبغي أن نعلمهم، أن نوجههم، أن نحاول أن نصلح استعمالهم للحرية، أن نتنازل أمامهم، كما يقول الرسول بولس: كنت حرا
من الجميع وأصبحت عبدا للجميع لأربح الجميع أكثر عدد ممكن، أصبحت ضعيفا مع الضعفاء لأربح الضعفاء، أصبحت الكل للكل لأخلص في كل حالة أكثر عدد ممكن، وكل هذا أفعله من أجل الإنجيل لكي أستطيع أن أكون أنا أيضا شريكا فيه. تصليح الأخطاء. الأبوة الروحية أيضا عند الكاهن هي ترتكز على مصالحة أولادهم مع الله، وهذا يصير بواسطة الاعتراف وبواسطة التوجيه الروحي، هذا سنتحدث عنه لاحقا. هذا السر هو اليوم مواجه بعنف في الغرب بواسطة نظريات وبواسطة أشياء كثيرة، يهاجمون سر الاعتراف الحقيقي ويحولونه من حالة التمييز، من حالة النضج الروحي، إلى نوع من يصبح نوع من الشكلية التي تمارس في هذا السر. لست أعلم كيف هو الموضوع عندكم، ولكن هناك تعريض، أو هناك في الغرب قد حاول أن ينفي عن العالم المسيحي هذه الصفة الأساسية لمفهوم الاعتراف، وكل ذلك بواسطة الطوق إلى الإيمانيسم، النظرة الإنسانية للأشياء، المعرفة الأشياء والولوج إلى الأمور الروحية بواسطة أفكار بشرية ساقطة. هذا الشيء الذي تركته حركة الإيمانيسم في العالم، والتي هي تسمى حركة فيلوزوفية أو حركة علمية، والتي أصبحت هي حركة موضوعية، ولكنها هي أصبحت هي عامل أساسي وكبير، وهو عامل ربما يقود إلى إقناع الناس ويحاول أن يهدم السر والعمق المسيحي الذي بواسطته يلد الأب الروحي أولاده الروحيين. كل هذا العصيان قاد الغرب في السنين الأخيرة إلى ميوعة الحياة الروحية بواسطة كثرة المقاربات النفسانية البسيكولوجيك التي أصبحت تفرض بعنف، والتي أصبحت تتبع بطريقة أو بأخرى وتحاول أن تطغى على الفكر البشري. هذا الإيمانيسم بكل أشكاله هذا طغى على العالم الغربي، أصبح بالنسبة للعالم الغربي هو تجربة، وفيه ربما ينتقل إلينا، ينتقل إلى الكنيسة، ويعرض الكنيسة للتجربة التي تعرضت لها حواء مع زوجها آدم في الفردوس تحت إغراء، الإغراء المضل والمراءات التي استعملها الشيطان معها. ولكن يجب أن نلاحظ أن الأب الروحي ليس بالضرورة بواسطة المعمودية فقط هو يستطيع أن يلد أبناء روحيين لله، ولكن هؤلاء الأولاد إن بقوا في حضن الله هم أولاد روحيون. الخطيئة تبعد عن المسكن الأبوي، كما صار في مثل الابن الشاطر. يوحنا الذهبي الفم يقول ويلاحظ أن تيتوس كما يكتب إلى ابنه، هناك أولاد كثيرون ليسوا هم بأولاد حقيقيين، ويقول إذا كان أحد ينسب لنفسه صفة الابن وهو زاني أو هو محب للمال أو هو عابد أوثان أو هو ساحر أو سكير أو إلى آخره من الأشياء، لا يجب أن نشاركه الطعام، لا يجب أن نأكل معه. هذا الشخص هو ابن، ولكنه ليس هو بالضرورة ابن حقيقي، هو ابن لأنه تلقى
النعمة مرة واحدة، ولكن لكي يصبح ابن حقيقي أي الذي يعمل ويستحق أن يكون هو ابن لأبيه، هذا الابن يتميز عن الابن الذي هو ابن من أب وأم ويأخذ اسم أبيه أيضا، يجب أن يبقى في بيت أبيه، أن يبقى هناك حيث ولد، أي أن يبقى في حضن الآب. هذه الضرورة ليست هي ضرورة بالطبيعة، ولكن هناك حرية، حرية الاختيار، ومن هناك تغيرات، قد يتغير الابن، وعندما يتغير يسقط من رتبة البنوة، كما صار مثلا مع أونيسيموس عندما لم يعد ابنا، عندما سقط ولم يعد ابنا، ولكنه عندما رجع قال عنه الرسول بولس إنه أحشاءه، كما جاء على لسان يوحنا الذهبي الفم في موعظته حول رسالة تيتوس الشفقة. طبعا الأب الروحي يجب أن يتعامل مع ابنه الروحي الذي سقط في الخطيئة، في النسيان، في الجحود، في النكران، يجب أن يتعامل معه تماما كالآب السماوي، يجب أن يحاول أن يسارع إلى أن يساعده ليدخل في التوبة، أو مجرد أن تتكون عنده النية للتوبة، يجب أن يحاول أن ينمي فيه هذه الحركة للرجوع، الرجوع إلى الله بواسطة توجيهاته، بلطف، بتفهم، وبغياب كل حكم عليه. طبعا هناك فرق بين التمييز وبين الحكم على الآخر، يجب أن يفعل كل ما يفعل الأب الروحي لكي يستطيع أن يلمس قلب الابن الروحي بدون أن يحاول أن يقتحم ذهنه، أن يقتحم ضميره ونيته، يحاول أن يفهمه هذه المصيبة الكبيرة التي تحصل عندما تنفصل النفس عن الله، وعندما ينفصل أيضا عن الأخوة. اسمعوا أسقف القسطنطينية ما يقول: هالوقت هو وقت البكاء، هو وقت النحيب، هو وقت صعب، ومن يستطيع أن ينهيني عن النحيب، ومن يستطيع أن ينهيني عن زرف الدموع؟ ولكن ليست هي الدموع المهمة، ولكن الأعمال التي هي تؤدي إلى الدموع. لا تكونوا عاصين، لا تكونوا مخالفين لله لئلا تجبروا دموعي إلى أن تنزل. أهل يشفق أحد على جثة هامدة؟ عندما أنتم تستوحشون بين بعضكم البعض وتتعاملون بوحشية، وأنا أرى ذلك كأب لكم، أيستطيع أحد أن ينهيني عن البكاء؟ أيستطيع أحد أن ينهيني عن الوجع؟ هذا الوجع هو أبعد بكثير من وجع الأم التي تلد، أو من وجع الأرملة الصبية التي تفقد زوجها. ويقول الرسول بولس: أولادي الصغار الذين ولدتهم بالأوجاع في هذا العالم، أي أم لا تلد بالأوجاع؟ ويحلو إلى الله أن نقدم له هذه النار التي تلهب قلوبنا، لأن أولادنا قد ابتعدوا عن حضن الله. هذا يجبرنا على البكاء، يجبرنا على التنهد. كيف تستطيعون أن تنهوني عن البكاء والتنهد وأنا أشاهد أمامي هذه الكثرة بينكم، وألاحظ أن ليس هناك
من تقدم روحي أبدا. الذي يعمل من الأب الروحي أبا روحيا، أو العلامة المميزة للأب الروحي، هي قدرته على الشفقة على الآخر، وقدرته على استيعاب أوجاع الآخر وخطاياه، طبعا بدون أن يتبنى هذا الشيء في نفسه، ولكن أن يأخذ خطايا الآخرين، أوجاعهم وهمومهم، وأن يقدمها إلى الله. وهو كأب روحي، خطيئة ابنه تصبح خطيئته. طبعا هو لا يحمل مسؤولية الخطيئة، ولكنه يحمل الحرقة، يحمل الوجع على ابنه لأنه أخطأ، ويحاول أن يجاهد بواسطة الصلاة والشفقة لينقذه من هذه الحالة، يقدمه إلى الله بواسطة الكثير من الانصحاق، معتبرا أنه هو نفسه بالعمق وبشفقة كثيرة، أنه هو نفسه الذي أخطأ، يحاوله أن يعود داخليا، يترجى الله من أجله، وكما ترجى إبراهيم الله من أجل العشرة الأبرار الذين بقوا في صدوم. إن توجع الابن يصبح هو توجع الأب، وبالعكس الإيمان بالرحمة الإلهية، الثقة بأن يسوع المسيح يستطيع أن يغير الإنسان وأن يعيده إلى الصورة وأن يعطيه السلام، السلام الذي يثق هذا الأب أن الله رتبه لكل شخص، وأن الله رتب السقوط لابنه الروحي، وذلك من أجل منفعته الروحية. هذا الشيء لا يقوله الأب الروحي لابنه، ولكن يصبح هو حقيقة مثالا حيا أمامه إذا اتخذ هذا الموقف. وكذلك كما هو في حالة الابن، الأب في مثل الابن الشاطر، الأب الروحي يستقبل كل الأولاد الضالين الذين يعودون إلى الله بدون أن يعاتبهم، يعاملهم بحنان، ويشعرون أنه هو كان بانتظارهم، وكان يتقاسم مع يسوع الحزن على ضياع الصورة الإلهية التي فقدوها. ويقول القديس أمبروسيوس أسقف ميلان: أعطنا يا رب أن نعرف أن نتقاسم في أعماق قلوبنا الحزن على الآخرين الذين يخطئون، وهذه هي الفضيلة الكبرى، كما جاء أيضا في سفر حبقوق 12. في كل مرة هناك شخص يقع في الخطيئة، ألا يجب أن نكون شفوقين؟ ألا يجب نحن أن لا نتعامل بتعالي، وأن لا نتعامل بقساوة، لا بل أن نبكي وأن نتنهد بطريقة، عندما نحن نبكي الآخر نبكي نفوسنا نفسها. التحول، حالة التحول أو الانتقال أو التغيير من حالة إلى حالة في الأبوة الروحية، الموضوع الذي قلته، موضوع الأبوة الروحية المؤسساتي، أي الذي هو بواسطة الكنيسة، إذا كان يتوقف فقط على ممارسة الكاهن للأسرار الإلهية بطريقة شكلية كخدمة بشرية، يوزع الأسرار ويحاول أن يدير ويوجه الجماعة الكنسية ويقيم الليتورجيا الكنسية، هذا لا يجعله أبا روحيا، وإنما عيش الأسرار يعني تجلي الله بواسطة الخدمة التي يقوم فيها، والدخول في ملكوت السماوات الذي يدخله هو
وجميع أولاده الروحيين، ويشترك هناك مع القديسين المعروفين والغير معروفين، الراقدين والذين سيأتون أيضا فيما بعد. هذه العطية، هذه الخبرة الليتورجية، إذا ما أخذناها على هذا المنوال يصبح الكاهن أبا بكل ما من معنى الكلمة، وتعطى له القوة ويشعر هو بذلك كما جاء على لسان الرسول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس: إني أنا مملوء فرحا، مملوء تعزية، وأطير من الفرح ونحن في وسط التجارب. 2 كورنثوس 7-9. وجه يجب أن لا نهمله في موضوع الأبوة الروحية. الأب الروحي ليس هو حصريا، هو ممثل الله بواسطة القوة التي تعطى له، السلطة التي تعطى له، ولكن اتحاده مع الله في الكنيسة الذي هو تماما كما يصبح في حالة الزوج مع الزوجة. الكاهن يعيش في الكنيسة في حالة زواج روحي، ومن هناك يستمد حالة الأبوة الروحية، لأنه هناك عندما شرطنا أعطيت له المهمة الإلهية الإنسانية التي أعطيت له بواسطة الأسقف عندما وضع يديه عليه، كما تقول الكلمة اليونانية هيروتونية، أي وضع الأيدي، وذلك أعطاء السلطان، سلطان الحل والربط، وسلطان أن يلد أولاد للكنيسة. هؤلاء الأولاد الذين هم في الكنيسة وللكنيسة. القديس غريغوريوس النازيانزي في وداعه للقديس باسيلوس الكبير الذي كان صديقه يحاول أن يشبهه بإسحاق، إسحاق الذي هو يعتبر زوج الكنيسة التي معها أنجب أولاد، يقول هو أي إسحاق أعطى ذاته ورفق أيضا أي الكنيسة، لم يتزوجها عن بعيد، ولم يتزوجها بواسطة خادمه، ولكن بواسطة عطية أعطيت له من الله وعهدت إليه، ولم يترك نفسه تنخدع بأن يفضل فقط ولادة الأولاد، ولكن أعطى لكل شيء استحقاقه بدون أي لغط في الحسابات، وكل ذلك بتمييز بواسطة الروح القدس. شيء مهم جدا إن الأبوة الروحية التي عهدت إلى الكاهن لا تستطيع أن تمارس إلا ضمن الطاعة، وإذا كانت هي حالة توسل، إذا كانت هي حالة خضوع، هي حالة خضوع للكنيسة التي هي جسم المسيح ولممثلها الكاهن الأعظم الذي هو على الأرض هو الأسقف، وهذا يكون بواسطة دوما الرباط الروحي بين الأب الروحي وبين أسقفه في جميع النواحي القانونية والرعائية. وفي كثير من الأحيان عندما يكون هناك من حالات خطيرة جدا، يبقى سلطان الحل من الخطايا يعود إلى الأسقف وليس إلى الأب الروحي. لذلك موضوع الأبوة الروحية وموضوع الأب المعرف هو يعطى من قبل الكنيسة، وليس بالضرورة كل كاهن يجب أن يكون أبا روحيا. الكنيسة تختار بواسطة بركة خصوصية من هو الأب المعرف، لأن الكاهن
الأعظم الأساسي في الكنيسة الذي هو الأسقف هو ينتدب. الأسقف هو صورة الأب في الكنيسة، وهو ينتدب الآباء الروحيين لمعاونته. وهؤلاء الآباء يجب أن يكونوا مطيعين لأسقفهم كما يطيع الابن لأبيه، لأن بين الكاهن الأسقف الذي يعمل من ابنه أبا روحيا هناك نوع من الثقة والمحبة التي يعطيها أو يمليها أو يظهرها الأسقف تجاه ابنه، والتي يجب أن تمارس وتحترم دوما. وهذه العلاقة هي بحد ذاتها تماما تماما كما هي وجود المسيح في وسط الكنيسة. هكذا يجب أن نتصرف كما كان المسيح هو الراعي الصالح. والراعي الصالح ليس هو كالسارق. الأبوة الروحية لا تسرق، وإنما تعطى، وعندما تعطى يجب أن يكون الأب يكون أبا صالحا بطاعته لمن أعطاه هذا السلطان. الوجه المواهب للأبوة الروحية، كما تحدثت قليلا أن الأبوة الروحية هي موهبة وهي تعطى للكنيسة، وأيضا الأب الروحي يجب أن يتحلى بالتمييز وأن يعرف كيف يتعامل مع أولاده الروحيين، لا يعاملهم كلهم على مستوى واحد، لأنهم هم يتميزون عن بعضهم البعض بالمزاج، بالعمر، بالمواهب، بالطريقة، بالضعفات، وكل نفس ليست هي مشابهة للثانية، كما أن في الأمراض ليس لكل الأمراض علاج واحد. ويقول الرسول بولس: أنا أتكلم معكم ليس كرجال روحيين كأولاد روحيين، ولكن أتكلم معكم كأولاد بالجسد، أولاد ولدتكم بالمسيح، غزيتكم بالحليب وليس بالطعام الصعب الذي لا تستطيعون الآن أن تحتملونه. كل ولد من الأولاد يتلقى توجيه خاص من أبيه الروحي، ولكن هذا التوجيه يختلف من ولد إلى آخر، ولكن لا يختلف بالعمق، لأن دوما الأساس هو الإنجيل. الأبوة الروحية المواهبية هي عطية من الروح القدس، وهي لا تعطى من مؤسسة معينة بالرغم من قدسية المؤسسة، دوما تحل بواسطة الروح القدس على الشخص لكي يستطيع أن يمارس الأبوة الروحية. وهنا يميز الرسول بولس بين الكهنوت اللاوي وبين كهنوت ملكي صادق. بالنسبة إلى كهنوت ملكي صادق هو الأبوة الروحية المواهبية. الأبوة الروحية التي تتمثل في قيادة النفوس نحو الله تتجسد في حياة الكاهن، في حبه للفقراء، دفاعه عن المظلومين، ضميره الرعائي، همه في خلاص النفوس. كل ذلك هي صفات من صفات الأبوة الروحية، وهذه هي هذه الأعمال يجب أن توجه دوما من السلطات الكنسية التي بحد ذاتها هذه السلطات هي مناسبة للشعور أو للتعبير عن العناية الإلهية. هناك الكثير من الكهنة يهتمون في إدارة الأيتام، في إنصاف المظلومين، في إعالة الأرامل، في تخفيف عن المثقلين المهجرين، ضحايا الحروب، النزاعات العالمية، يغزون الجائعين المشردين. كل ذلك ينبع من الأبوة الروحية التي تنمو في داخلهم. وأيضا في مديح القديس غريغوريوس للقديس باسيلوس في جنازه يقول: أني أعتقد أن الأرامل
يمدحن حاميهن، الأيتام أبيهم، الفقراء صديقهم، الغرباء صديق الغرباء، الإخوة أخيهم، المرضى طبيبهم، والذين هم في صحة جيدة الذي يسهر على صحتهم، وكل ذلك لكي نربح الكثيرين. الأباء الشيوخ استردس، ألا يجب أن نتكلم فيما نحن نتكلم عن الأبوة الروحية عن بعض الوجوه المميزة التي أخذت لقب ستاريتس أو شيخ أو يروندل في هذا العصر، وخاصة شيوخ أوبتنا، قديس سرافيم ساروف، قديس بايسوس، قديس بورفيريوس، أباء الجبل المقدس المعاصرون الكثيرون المعروفون والغير المعروفون. طبعا أنا لا أنكر أهميتهم، ولكن هذه الأبوة الروحية التي أعطيت لهم ليست هي كالأبوة الروحية التي أتكلم عنها والتي هي أبوة عامة. هؤلاء أحرزوا نعمة خاصة من الله، ولا يستطيع أحد أن يماثلهم، لا يستطيع أحد أن يعمل كما عمل هؤلاء، لأن هؤلاء كانت لهم نعمة خاصة أعطيت لهم من الله. ودوما الله يعطي نعم لبعض الأشخاص، وكل ذلك يصب في خدمة الكنيسة، كما كان أيضا القديس يوحنا كرونشتد الذي كان يجمع إليه الملايين من الناس، كانت تتدفق إليه لتجد راحة وتجد تعزية وتجد شفاء وتجد نصيحة. ولكن كما قلت لكم، لا أحد هو يطلب هذا الشيء من نفسه، لأن هذا الشيء يعطى من فوق، هو عطية لخدمة الكنيسة، ولأن الزمان ملائم الآن، والله وحده هو الفاعل وهو الذي يفعل كل شيء في النهاية. التحضير للأبوة الروحية، الكاهن الذي يلعب هذا الدور الذي أوكلت له هذه المهمة يجب أن يتحضر. أولى التحضيرات هي الصلاة الشخصية، وأنا أشدد على الصلاة الليلية. الليل هو موحي للصلاة، في الليل العالم يهدأ والظلام، يستطيع الإنسان أن يجمع ذاته، أن يركز على ذاته، وحرارة صخب الحياة ينخفض. كل ذلك يجعل من الليل هو ليلا موحيا للصلاة، والكاهن يصبح هو السهران الساهر على العالم، يستمد النور من الظلمة هناك. طبعا فاعلية الصلاة لا نشعر بها مباشرة، والذي يعتقد أنه إذا ما صلى هو نال مبتغاه أو سيرتفع أو سيشعر بشيء معين، هذا يعني أنه يركز على ذاته، ويعني أنه يتأمل ذاته وليس الله، وهذا يغرق في ذاته. ولكننا لا نعرف التعزية الإلهية التي تنزل علينا، إما بواسطة الصلاة يرسل الله نعمته، يرسلها كالندى الذي ينزل على النباتات في الليل، في الليل يرسل الندى. ولذلك في الصلاة الليلية نحن نستقبل الندى، وأيضا هناك بطريقة أو بأخرى، هناك ربما في قراءة الكتاب المقدس، عندما نقرأ ربما إصحاح معين أو آية معينة نشعر فجأة بحرارة إلهية. أيضا عندما نبدي تصرف محبة من أجل الله أو من أجل الآخرين، أو مشروع معين من أجل الخلاص العام، أو نصيحة من أجل مساعدة إنسان، كل ذلك ينبع من الأبوة الروحية، وهو وجه من وجوه الأبوة الروحية. أشياء كثيرة بواسطتها نعرب عن نيتنا ونعرب عن علاقتنا بالله، والروح القدس ينحدر في قلوبنا. الوجه النسكي، النسك أيضا
ضرورة محتمة على الأب الروحي لكي يستطيع أن يحرز تقدما روحيا. لذلك الكنيسة الأرثوذكسية وضعت قواعد معينة للصوم، وهذه القواعد هي قواعد متغيرة بالنسبة لكنيسة أو لأخرى، ولكن هناك دوما العفة الزوجية المرتبطة بإقامة الخدم الليتورجية، هناك الأصوام التي وضعتها الكنيسة، هناك إقامة القداس بشكل مكثف، وهذا ليس بأمر سهل، ولكن يجب نحن دوما أن نتبع المثال، أن نحاول قدر المستطاع أن ننهض من السقطات عندما نقع فيها. على هذا الوجه فقط الكاهن يستطيع أن يساعد المؤمنين في جهادهم في حالة الزواج ليبقوا أمنين في زواجهم، عفيفين ومحافظين على حالة النسك بحسب الله، ويحملون معهم ويحمل معهم أيضا كل جهاداتهم وكل فرحهم كأب حقيقي، ولكن بالسر في حياتهم الشخصية وفي حياته الشخصية بدون أن يحدث أحد عن ذلك وبدون أن ينقلوا هذا الشيء للآخرين. طبعا أنا هنا أعطي مثل القديس يوحنا كرونشتد، وهناك الكثير من الآباء الروحيين الذين رأوا أن مهمتهم كآباء روحيين تجلت أكثر في حياة العفة الكاملة وإن كانوا متزوجين، ولكن هذا لا يبقى ولا يكون هو قاعدة عامة. المطالعة الروحية شيء آخر، هو المطالعة الروحية التي بواسطتها تدخل كلمة الله الحية إلى داخل الكاهن، قراءته للعهدين الجديد والعتيق بدون أن يلجأ إلى قراءة علمية أو قراءة ذهنية، أن تكون هذه القراءة هي نوع من الصلاة. لذلك تدخل كلمة الله وتمس قلب الإنسان الذي يقرأ الكلمة. هذا ما يجب أن نفهمه، ولكن لا نفهمه بواسطة العقل ولا بواسطة المنطق، ولكن بواسطة القوى الإلهية التي تعطى بواسطة الروح القدس، والتي غايتها هي أن تنشئ أولاد روحيين للآب السماوي. القراءة اليومية لكتاب السنكسار، الاشتراك في التعييد للقديسين المعيد لهم كل يوم، كل ذلك يعطي للكهنة الشيء الذي أخذه من المواهب هؤلاء القديسون الذين يعيدون لهم. وفي كل من كل ذلك أيضا نستطيع أن نجني ثمارا كثيرة من مطالعتنا الدائمة لأقوال الآباء، الآباء النساك، الأعمال الروحية، القراءات الروحية، المحاضرات، المناقشات الروحية المعاصرة أيضا، التي كلها ما تزال تساهم في توصيل الكلمة الإلهية، كلمة الإنجيل، لكي تساعد الناس الذين يسيرون في درب التأله الاتحاد مع الله، والتي تجعل منهم أولاد روحيين. يجب أن ننتبه كثيرا إلى بعض الحركات السائدة الروحية التي لا تفيد، التي لا يستغلون، التي فيها يصبحون مثل الغروب، ويحاولون أن يفرضون قواعدهم على سامعيهم، يحاولون أن يدخلوا في تفاصيل حياة أولادهم الروحيين. هؤلاء يسيئون إلى نفوس الذين يلحقونهم، وهؤلاء المساكين يصبحون شهداء. الآباء يجب أن ينتبهوا أن لا ينساقوا ولا يكون همهم هو التفتيش عن أولاد روحيين وعن الانتظار ليجذبوا إليهم الكثير من الأولاد الروحيين،
ولكي يلقنوهم ما يصعد من أفواههم وليس الكلمة الإلهية. الأب الروحي هو بالنهاية نبي، لسان ينقل كلمة الله. نعرف الكثير في هذا العصر من هذا الكاريكاتير الخاطئ للأبوة الروحية، ونعرف كم هي الخسارة التي ترتكب في الكنيسة. وإذا كان هناك من وضع روحي أيضا يجب أن يتحلى به الآباء الروحيين، هو بلا شك أن يعرفوا أنهم هم مسؤولون دوما عن أن يعلموا أولادهم الروحيين العقيدة الروحية لكي يثبتوا في الإيمان وفي الإيمان بيسوع المسيح، لكي يصبحوا أولاد ليسوع المسيح وليس لهم شخصيا. وبعد ذلك نتيجة الإيمان تتوالى الأعمال، التقدم الروحي، معرفة الحقيقة، المحبة التي هي كلها أشياء طبيعية. وهذا هو الحاجة الماسة اليوم في هذا العصر في القرن 21 الذي أستطيع أن أقول له أنه هو تحدي كبير أمام العالم الذي يحاول أن يتهشم وأن ينقسم، ينسحق على بعضه البعض. وبدون أي شك أن نحاول أن نسعى لكي نزرع في أولادنا الروحيين أن يكتشفوا الله أنه هو إله حي رحوم، وهو عامل في حياتنا كما هو عامل في العالم ويريد خلاص كل العالم.